البشري والطاقات المبدعة والتواقة للإسهام في الإقلاع التنموي لبلادنا ولعل توسع أنشطة الاقتصاد التضامني خاصة العمل التعاوني لدليل على وعي المواطن بأهمية الانخراط الجماعي في سيرورات الإنتاج. بديرة حسنة بديرة إنها إن شاء الله بداية المسار طويل لأن مجموعة قرابة النوع كيخصو الوقت سيكالكشوز دو لون ألم بس هو وقت وغادي يكون على المدى إن شاء الله لأنه فوق المناصفة لأنه المناصفة ما اللي في الحقيقة يعكس واحد المستوى التقدم على مستوى الروس التعاطي مع مقاربة الدول التعاطي مع قضايا الشأن الاجتماعي كل اجتماعي على مستوى الشأن كانت المطلق كون وكالة المسلمين أحد المكونات الأساسية ضمن الحكم الاجتماعي لجانب وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وكالة التعاون الوطني أكد بأن وكالة التنمية الاجتماعية خاطت بشكل أساسي ضمن المشروع الوطني المسلم فيما يتعلق بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكانت فرصة حقيقة أكدت منها مجموعة من أو أكد من خلالها مجموعة من الفاعلين الاجتماعيين على مستوى الجهة من ضمنهم وكالة التنمية الاجتماعية على دعمهم ومواكبتهم مجموعة من التعاونيات اللي استفادت من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج أفقي اللي كان حقيقة قدم دعم مالي وتمويلات مالية ومواكبة تقنية حقيقة مهمة للفائدة التعاونيات على مستوى الجهة. في هذا الإطار هو إسهام مرأة المرأة في الإطار وقفنا على النتائج وعادت عندنا تقريبا يعني تصور ضلنا عنه الجميع عاد عنده تصور عن هذا الإطار ومدى إشراك المرأة فيه ومدى الوجه فيه بحكم التشريعات يعني بحكم العهود والاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية.